دشن مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجل السلمي البوابة الإلكترونية الجديدة للجامعة بعد تطويرها من قبل فريق الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالجامعة. تتمثل أبرز التحولات الجديدة في البوابة في العناية بالمحتوى المقدم من حيث الشكل والمضمون والتقنيات الأحدث والأقوى المفتوحة المصدر في تصميم المواقع، والتي تراعي الاتجاه العالمي في تصميم المواقع وتبسيط واجهة المستخدم وتسهيلها كذلك. للمزيد يلتحق بنا من أبها مراسلنا عبد الرحمن سمير. عبد الرحمن، أهلا بك معنا، يعني تفاصيل أكثر حول هذه البوابة التي تم تدشينها بعد تطويرها. مساء الخير زميلي حسن، مساء الخير مشاهدينا الكرام. نحن الآن كما ذكرت متواجدون في جامعة الملك خالد، وبالتحديد في مركز تقنية المعلومات في جامعة الملك خالد. هذا المركز وهذا المبنى الذي يحتضن عدد كبير من التقنيين في مجال تقنية المعلومات، والذين يخدمون موقع جامعة الملك خالد ويقدمون له أعمال مميزة ومختلفة. الجدير بالذكر أن مدير عام جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجل الله السلمي فعل خلال الأيام الماضية موقع جامعة الملك خالد بعد تجديده، والذي يحتضن عدد كبير من الخدمات التي تقدم لطلاب وطالبات جامعة الملك خالد وأيضا لزوار هذه الجامعة. الجدير بالذكر أيضا أن هذا الموقع هو يخدم ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجامعة وأيضا لزوارها، والذي يسهل لهم معاملاتهم وأوراقهم داخل الجامعة عبر المواقع الإلكترونية، وخاصة المكفوفين، والذي يسهل لهم قراءة الموقع الإلكتروني وأخباره عبر فويس أوفر ينطق خلال تصفح الموقع. لعلي أستضيف الآن معي الأستاذ والدكتور محمد الصقر. حياك الله أستاذ محمد، وأنت مدير تقنية المعلومات في جامعة الملك خالد، ودي تحدثني عن هذا الموقع أكثر. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لكم أولا. بدأ العمل على المشروع تقريبا قبل 5 أشهر، وكانت الأهداف الحقيقة أن طبعا الهدف الرئيسي أن راح نعيد صناعة بوابة جامعة الملك خالد، وكان عندنا 4 أهداف رئيسية. الهدف الأول أن نبني شيء يليق بالتميز والتقدم التقني اللي قاعد تشهد المملكة العربية السعودية، والشيء الذي يليق أيضا بجامعة الملك خالد من طلاب وأعضاء هيئة تدريس ومنسوبين. الهدف الثاني الحقيقة أن كنا مركزين أيضا على موضوع اليوزر انترفيس أو الديزاين للموقع، وحرصنا حرص كبير جدا أنه يكون متقدم جدا ويكون على أعلى وأفضل المواصفات. الهدف الثالث اللي وضعناه في بداية المشروع كان أيضا سهولة الاستخدام واليوزر اكسبيرينس، حرصنا جدا أن نكون نقفز قفزات نوعية في هذا الموضوع. وأخيرا حرصنا أيضا على أن يكون فيه معلومات تتناسب مع رؤية جامعة الملك خالد وتفيد أيضا مستخدمين هذا الشيء. لعمل هذا الشيء طبعا الحقيقة عقدنا يمكن تقريبا 17 ورشة عمل، ويمكن 16 جلسة عصف ذهني، وأيضا وصلنا وشفنا الجامعات اللي العالمية والجامعات المحلية الرائدة، وشفنا وين وصلوا، وحاولنا نطلع كمان خطوة للأمام. الدكتور محمد، وأنتم تفعلون هذا الموقع المختلف، مدى أهمية أو مدى بالأصح مدى إشراك الطلاب أو طلاب جامعة الملك خالد في هذا الموضوع؟ طبعا الفريق اللي عمل على مدى تقريبا 5 أشهر كان مكون من 21 شخص، في عدد منهم من طلاب أو خريجين جامعة الملك خالد اللي حاولنا ننضمهم معنا هنا من ضمن برنامج الانترنشيب أو برنامج التدريب اللي له تقريبا 2 سنين في جامعة الملك خالد، وحاولنا أنهم يشتغلون على مشاريع زي هذه بحيث أن نأهلهم إن شاء الله بإذن الله لسوق العمل. فنعم، كانوا في طلاب اشتغلوا على هذا المشروع خصوصا في المحتوى. جميل. المدة التقريبية لإنتاج هذا الموقع؟ طبعا كان الفريق اشتغل حدود 5 أشهر أو خلينا نقول 6 لو حسبنا برضو الورش اللي حصلت قبل العمل الحقيقي. كان في تقريبا 8000 ساعة عمل، كان فيها يمكن 11000 صفحة تم نقلها من الموقع القديم، أيضا زادت تقريبا عدد مهول من الصفحات. فالجميل أيضا أو الجدير بالذكر أنه هذا العمل كله تم داخل تقنية المعلومات باستخدام المصادر المفتوحة بدون أي تكلفة، بدون أي شيء، بيد شبابنا، بيد موظفينا، وباستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، واللي يعني ضمن توجهات المملكة في 2020. والحمد لله نجحنا، ونجحنا إن شاء الله بإذن الله يعني توج بالتدشين اللي تم الخميس الماضي.